أظن الدكتور محمد تعقيب، الدكتور هيازع. طيب في نقطة بس لاحظ تكررت من الإخوان في الهيئة أكثر من مرة، أنه في حال توفر الخدمة الطبية داخل المنطقة الهيئة تنهي القرار وتحيل المريض إلى الجهة التي تقدم الخدمة في المنطقة. موضوع أنه المريض عنده موعد في مستشفى خارج المنطقة أو مضاف له مرافقين أو شيء، هذا غير ملزم للهيئة. الهيئة هي الجهة صاحبة الرأي الأول والأخير في تحويل المريض من عدمه، وأيضا في عدد المرافقين مع المريض. فبالتالي كون المريض لديه موعد بالتخصصي لا يعني أن الهيئة ملزمة بإصدار قرار للمريض باستمرار العلاج بالتخصصي إذا كان أعضاء الهيئة يرون أنه يمكن تقديم الخدمة للمريض في المنطقة أو أن حالته لا تستدعي التحويل.